الفترة الإخبارية مرتبط بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج. سعيد جدا بأن يكون معي للحديث عن هذا الموضوع السيد قطاش مبارك المكلف بالإعلام في الوكالة. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وشكرا للاستضافة. شكرا على القبول الدعوة. المؤسسات المصغرة الآن الجزائر تعول عليها كثيرا، وكالة الأونساج لها دور مهم في إنشاء هذه أو دعم الشباب لإنشاء هذه المؤسسات. ما الذي تغير؟ أولا تصحيح خطأ فقط. نعم. هي ليست حاليا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات. نعم، هي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات، يعني أنسج سابقا. كما تطرقت بالنسبة للتغيير، ما دام هناك التغيير أن هناك عدة إجراءات جديدة. نعم. أولها بتغيير من اسم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من أجل زرع روح المقاولاتية، خلق مؤسسات متنوعة ذات طابع اقتصادي اللي راح تدخل مباشرة التنمية المحلية، التنمية المستدامة، خلق مؤسسات متنوعة راح تساهم مباشرة في الاقتصاد الوطني، وتعتبر من أهم المحاور اللي تعتمد عليها الحكومة الحالية حاليا. اليوم نذكر هناك عدة مراسيم صدرت. نبدأ أولا وهو فيما يخص الشروط، فيما يخص شروط الاستفادة من جهاز الوكالة. بالنسبة للشروط، سابقا كان هناك، هل هي نفس الشروط؟ كان هناك شروط، أربع شروط، من بين الشروط هو شرط البطالة. اليوم هذه الشروط تغير منها شرط البطالة وحذف شرط البطالة، يعني واحد يكون يعمل أو يكون عنده سجل تجاري أو يكون عنده حرفي حتى مؤمن اجتماعيا، حتى يعني يعمل في وظيفة مؤمن اجتماعيا يستطيع الاستفادة من المشروع. لأن اليوم إذا كان نبنو مؤسسات مصغرة ذات مقاربة اقتصادية متنوعة، لأن نسمح لازم لكل أصحاب الأفكار بالمبادرة. سواء يكون بطال أو يكون شاب عنده سجل تجاري. نعم. حتى الموظف. نعم. الموظف يستطيع أن يتحصل على مشروع، لكن كيفية الحصول عليه دائما ترجع لنسبة صاحب العمل، هل يسمح له أم لا إلى غير ذلك. هناك عدة إجراءات راح تكون، يعني لكن كما ذكرت لك أنه شرط البطالة اليوم حذف، لأنه أي واحد اللي عنده فكرة وحاب يجسد الفكرة تاعه يجسدها على الأرض الواقع. أصحاب السجلات التجارية أو أصحاب البطاقة الحرفية، أنهم هذا الأشخاص أنهم مارسوا نشاطات، يعني عندهم خبرة، عندهم نظرة في الميدان، يعني هذا هو القانون الجديد اللي يسمح لهم أنهم يعودوا يندمجوا ويخلقوا مؤسسات مصغرة. كذلك هناك بالنسبة للصيغ التمويل، أن هناك التمويل الثلاثي اللي راح يكون ما بين الوكالة والشاب المستثمر والبنك، وكذلك التمويل صيغة التمويل الثنائي اللي ما بين الوكالة والشاب، والتمويل الذاتي اللي راح يكون مساهمات الشاب. ممكن تشرح اكثر في هذه بالنسبه للتمويل الثلاثي. نعم. بالنسبه للتمويل الثلاثي، هي اللي راح يكون، هي اولا لازم تكلفه المشروع الا تتجاوز المليار سنتيم. نعم. هذه هنا راح تكون مساهمه شخصيه للشاب، اذا كان هذا الشباب من المناطق، نعم، الشماليه، من المناطق الخاصه، مناطق الهضاب العليا، راح يساهم ب 12%. نعم. المناطق الجنوبيه ب 10%، ومختلف المناطق راح يساهم ب 15%. هي نقول تكلفه المشروع، ممكن المشروع يكون مليون دينار، ممكن يكون 2 مليون دينار، يعني النسبه تتجاوز من ذاك المليار سنتيم. نعم. بالنسبة للتمويل والوكالة راح تساهم ب 15 أو 20% وعلى حسب المنطقة، وكذلك مساهمة البنك راح تكون في ب 70% بقرض بنكي بنسبة فائدة مخفضة بنسبة 100%، لأنه يسدد القرض بدون فوائد، يعني المبلغ اللي يتحصل عليه يعاود يسدد نفس المبلغ. روح التمويل الثنائي هو اللي راح يكون ما بين الوكالة والشاب المستثمر. قبل كان بالنسبة للتمويل الثنائي، كان المساهمة تاع الشاب المستثمر تكون ما بين 71% و72%، لأن كان هناك مبلغ تحت المساهمة تحت 500 مليون، وفوق ما بين 500 مليون ومليار سنتيم.
اليوم لا، اليوم أصبح المساهمة الشخصية 50-50%، 50% للشاب المستثمر و 50% للوكالة بقرض للوكالة بدون فائدة. كذلك من بعد عندنا الصيغة الثالثة وهي المساهمة الشخصية اللي راح تكون 100% للشاب المستثمر. هذه بالنسبة للتمويل للشروط، للشروط التأهيل وكذلك للتمويل. أما نروحوا كاين هناك قروض إضافية. أولا القرض الإضافي للكراء، يعطوله قرض إضافي باش تحصل على الكراء. كذلك هناك قرض الاستغلال اللي راح يقدر يتحصل عليه الشاب، راح تكون إجراءات يعني موجودة. وكذلك بالنسبة للمؤسسات المتعثرة وهي إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة لحوالي الآن وصل 70%. نعم، لأن اليوم لكل نصنف ونشوف المؤسسات المتعثرة هي فيها حديث طويل يعني. نعم. بالنسبة للمؤسسات المتعثرة، احنا كنا أنشأنا منصة إلكترونية للشباب باش يسجلوا أنفسهم. ومن بعد هناك عدة حالات، كاين المؤسسات المتعثرة جراء أنه أصحابها توفوا ربي يرحمهم، كاين مؤسسات متعثرة لأصحابها أنهم تعرضوا لأمراض عقلية إلى غير ذلك ربي يشفيهم إن شاء الله، وكاين مؤسسات مصغرة اللي فسد العدد تاعها ولا كان احتيال من الموردين إلى غير ذلك، وكاين مؤسسات متعثرة جراء الكوارث الطبيعية، الزلازل، الفيضانات. وكاين هناك الحالات هذه الحالات الخاصة والحالات العادية، أنه ممكن تعثر لأنه ما قدرش يسدد الدين، أنه أمه تعثر ما كاش لي فرونشارج، أنه تعثر مثلا ما كاش المحل. هنا تفضل، هذه عذر على المقاطعة، هذه مجموعة من الحالات ذكرتها. الآن الشاب هو يتابعك، كيف هل وجدت حلول لهذه الحالات؟ هل في دراسة لكل حالة على حدة، خصوصا أنه فيه الديون تؤرقهم، فيه كثير من الظروف الصعبة اللي تمر بها المؤسسات المصغرة؟ بطبيعة الحال أنا قلت لك بأن فيها كلام كثير يعني. نعم. باختصار هل فيه يعني مبادرات؟ أولا ذكرت يعني، ما ذكرتش كل الحالات يعني، معظم الحالات أو مجمل الحالات يعني. نأتي الآن إلى الحلول. الحلول بالنسبة للحالات الخاصة اللي ذكرتها في البداية هذه، هناك صندوق ضمان أخطار القروض هو اللي حيتكفل بالمؤسسات هذه. أما بالنسبة للحالات الأخرى، نذكر على سبيل المثال الناس اللي مثلا ما قدرش تسدد الدين، هناك اتفاقيات مع البنوك العمومية أنه هناك إمكانية إعادة جدولة الديون. وهذه إعادة الجدولة لأنها كانت صارت من قبل إعادة الجدولة لكن ليست بالطريقة الحالية يعني. إعادة الجدولة الآن هي بسيطة جدا يعني. أولا الشاب اللي لازم يسجل اللي يكون عنده في الدين، اولا من قبل كان لازم في عجل جدوله لازم يسدد 5 او 10% باش يعجل على الجدوله، الان لا، يعجل جدوله مباشره الدين المتبقي. كذلك كان هناك مثلا لازم يكون مسدد الكناس كازنوس لازم يكون اجور، حاليا لا، يجيب لنا الوضعيه تاعو اتجاه صناديق الضمان او الضرائب، وراح يستفاد من إعادة جدولة بقرض بدون فائدة. نعم. يعني الحلول موجودة. أما بالنسبة كذلك بالنسبة للمؤسسات اللي مثلا ما صابوش لي فرونشارج باش يشتروا، اليوم لو كنت تشوف مثلا الاتفاقيات اللي برمتها الوكالة سواء مع صناع الغاز أو مع الجزائر للمياه ولا غير ذلك، هم اليوم كاين شباب اللي يستفادوا من صفقات هذه داخلة في 20% من الطلب العام، وكذلك أنها تسمح لهم باش 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 هاد الشباب لأنه بصفة عامة أنه كل حالة راح توجد حل. هناك حلول موجودة حاليا وهناك حلول راح تكون مستقبلية يعني. سي مبارك، فيه انشغالات كثيرة طرحت بالأمس من قبل أحد الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، من بينها أنه نسبة المساهمة الشخصية للشباب في المشروع اللي قالوا كانت منخفضة فيما سبق حوالي أعتقد 1%، الآن 15-12 حتى 10% هي يعتبرونها نسبة كبيرة جدا، والشباب بطال والشباب ممكن أنه ما يلقاش هذه النسبة. كيف تنظر لهذا الموضوع مع أنه أنا قلت له ممكن أنه الشاب حتى يهتم أكثر ويكون حارس أكثر في مشروعه، هذه النسبة تكون مرتفعة لأنه فيها أمواله أيضا؟ ممكن نعطيك نبذة. منذ نشأة الوكالة من 1997 والوكالة المرسوم في 96 والتطبيق في 97 إلى يومنا هذا، الوكالة مرت بعدة مراحل. منذ النشأة إلى غاية 2004 كانت المساهمة الشخصية ما بين 5-10-15-20%، وكانت تكلفة المشروع لا تتجاوز 400 مليون سنتيم.
من 2004 إلى 2011 كانت المساهمة الشخصية هي تحت 500 مليون 5% وفوق 500 مليون 10%. وبعدين من 2011 أصبحت 1 و2%. إذا حبينا نبنوا مؤسسات اقتصادية ذات مقاربة اقتصادية واللي راح تكون تتماشى مع النموذج اولا كي تشوف المساهمة الشخصية هو انك انت راح هنا كي تكون المساهمة دي وراح تساهم في المشروع تاعك هنا اولا راح تكون حريص اكثر لان اليوم ماناش متجهين الى النظام الاجتماعي. نعم. اليوم التوجه الاقتصادي لكن التوجه الاقتصادي تبنيه 1% 2% يعني انا شفت النتيجة واش كانت من قبل يعني هذه شيء. وإحنا كي نقول المساهمة مثلا 15% وكثر عليها الحد كثير أنه 15%، لكن مش شرط أنت تكلفة المشروع تاعك هتكون مليار سنتيم. نعم. ممكن تنشأ مشروع بمئة مليون ممكن بمئتين مليون لأن واليوم كذلك مثلا يقدر مثلا مش شرط مثلا شاب واحد يقدر ينشأ المشروع، يقدر شاب اثنين ثلاثة يقدر يديروا المشروع. يعني في ثلاثة ولا اثنين يجمعوا ذاك المال ويديروا المشروع ويتمشوا به. نعم سي قطاش مبارك، الآن حصة السوق، الآن السوق يحتاج لهذه المؤسسات، الاقتصاد الوطني يحتاج لهذه المؤسسات. بالنسبة للأهداف اللي مسطرة، لأنه كل عمل يجب أن تسطر له أهداف، ما الأهداف التي سطرتموها في حدود ما مثلا ما الذي حقق في 2020 في 2021 حتى 2022 حتى السنوات القادمة، ما هي الأهداف التي سطرتموها؟ أولا في 2020 كانت من نسوي سنة 2020 والكوفيد من اللي كان تمويل مؤسسات يعني انقص كتير، وهذا ما هوش يطبق فقط على الجهاز والله، يعني كل مؤسسات كان ضرت، حتى مش غير في الجزائر، يعني في أكبر الشركات في دول العالم، يعني ظرف خاص. وفي 2020 كانت تسمية الوكالة الوطنية دعم شغل الشباب في آخر سنة 2020، يعني نقول هنا بداية 2021 هي انطلاقة الحقيقية للوكالة الوطنية دعم وتنمية المقاولاتية. رح نحكي لك مثلا اليوم وهي الاستراتيجية الجديدة، ما هم الأهداف المستقبلية. الأهداف المستقبلية وهما خلق مؤسسات ذات نموذج اقتصادي متنوعة راح تكون في جميع التراب الوطني، خاصة خلق المؤسسات المتنوعة في المناطق المعزولة أو مناطق الظل اللي تسمح للشباب المنطقة أولا بالتنمية المحلية، التنمية المستدامة، وكذلك خلق المؤسسات المتنوعة راح تعود من ناحية المادة ومن ناحية الإنتاج، وكذلك توفير اليد العاملة. وهذه المؤسسات اللي احنا خلقوها راح تكون مرافقة من طرف الوكالة وحتى مرافقة من طرف يعني مكاتب الدراسات، وكذلك راح تكون اختيار المؤسسات حسب احتياجات المنطقة. يعني اليوم إذا شفنا مثلا نشاطات في المنطقة دي مثلا تشبعت منها راح نوقف النشاط هذاك، ولا كان مثلا هذا الشباب اللي حابين يخلقوا نشاطات واللي غير موجودة في سجل تجاري منا راح احنا نرافقوهم المصالح المعنية وراح نسجل هذه النشاطات باش تقدر يجسدوها. أكثر تفصيل سيد قطاش مبارك فيما يخص المرافقة، نفس الأخطاء حصلت في السابق أنه تتمول شاب ممكن أنه الخبرة كبيرة ما عندوش، تتموله بأموال الدولة وبعدها بدون مرافقة أكيد راح يتعثر. لا، اليوم المرافقة كيفاش راح تكون؟ لازم تكون مرافقة نوعية ذات جودة اللي راح تخلي استمرارية المؤسسة. نعم. اليوم في استراتيجية جديدة أهم عنصر هو التكوين. نعم. تكوين الشباب هذو أصحاب الأفكار. صحيح كما تحدث أنه ممكن الشاب يكون تخرج من الجامعة ولا يكون ما عندوش خبرة، لكن عنده تكوين، لأن اليوم دار المرافقة راهي في الجامعة منذ الشاب ما يبدأ سنة أولى وهو من رافقه فيه ونكونه فيه كيفاش يدخل العالم المقاولاتية، كي تخرج يكون ديجا مهيأ. نعم. لكن ربما كما قلت تنقصه الخبرة في الميدان. نعم. هنا بالتكوين اللي راح يسمح له ومع دراسته للسوق راح يخليه أنه مؤسسة تنجح. وزيد المرافقة تاعنا كيفاش راح تكون؟ المرافقة تاعنا ليست فيها مرافقة في تكوين الملف فقط. نعم. المرافقة راح تكون حتى كيفاش يتحصل على المشاريع، كيفاش مثلا بايزم راح يتحصل على المحلات، راح يكون هناك مخطط تاع المناطق الصناعية اللي راح يستفادوا منها الشباب، يعني في كل مرحلة يكون فيها والوكالة تكون ترافقه. وبطبيعة الحال لازم الشاب دائما الاتكال على النفس من أجل النجاح. نعم. من أجل النجاح. أيضا قضية المناولة، لأنه فيه مثلا نتحدث على سوق سيارات فقط، فيه استيراد، لكن
مع التصنيع. الآن حصة المؤسسات الصغيرة في هذا في هذا في هذا القطاع في قطاعات المناولة ككل سيد قطاش. نحكي عن المناولة. المناولة أنه هو الآن كلمتك على الاتفاقيات. نعم. هذه الاتفاقيات المشاريع اللي راح حصلوا عليها الشباب داخلين في المناولة. لأن يعني اليوم هذه الاتفاقيات مع أكبر الشركات ومع الهيئات الأخرى اللي راح تسمح نسبة معينة للشباب اللي خلقوا النشاط في إطار الجهاز راح يستفادوا من هذه المشاريع. وكيفاش راح تكون المناولة كذلك؟ ممكن أنه تكون مثلا مؤسسة مصغرة ذات مشروع كبير مثلا، هذه المؤسسة مستحيلة تخدم المشروع وحدها، دائما راح تشوف مؤسسات أخرى كل في تخصصه من أجل أنه راح يجسدوا المشروع هذا. لذلك اليوم احنا هدفنا هو خلق هذا المجمع النشاط، مجمع النشاطات، لأنه يسمح أولا يسمح للشباب أنهم يستفادوا من المحلات هذا باش يمارسوا النشاط تاعهم وينقصوا كثير من عناء اللي كانوا يعانوه تاع الإيواء إلى غير ذلك. وكذلك حيسمح لهم باش الترابط ما بيناتهم، لأنه اليوم إذا كان مثلا مؤسسة يعني تقدر مع الشركات الأخرى أنها تتحصل على صفقة في الطلب العام، يعني أكبر صفقات يعني. نعم. الواقع يعني أنت تحدثت عن مشاريع كبيرة جدا ومشاريع ممكن أنه هذا القطاع يتطور. حوالي 2 مليون مؤسسة صغيرة تحتاجها الجزائر على الأقل في القريب العاجل. الآن عندنا حوالي 500,000 فقط و70% منها متعثرة. هل سنصل إلى هذا الرقم فعلا مع الاستراتيجية الموجودة؟ لأنه أكيد عندكم أهداف وعندكم استراتيجية مسطرة ومخطط واضح في هذا المجال. بطبيعة الحال أولا بالنسبة للمؤسسات المتعثرة، أنها كل مؤسسة متعثرة راح تكون عندها حلول يعني. نعم. وإذا كانت مؤسسة متعثرة وتلقى لها حلول ما تصبحش متعثرة وتصبح مؤسسة أنها عندها ديمومة واستمرارية. أما بالنسبة لخلق المؤسسات الأخرى، ما دام اليوم اللي كان ربما العائق هو شرط البطالة اللي كان يسمح لفئة معينة، اليوم كي راح نسمح لكل الشرائح وكل أصحاب المهن أنهم عندهم الحق يمارسوا، إن شاء الله نوصل إلى الهدف المسطر. نعم سيد قطاش مبارك، عدم احترام الإدارات مع القرارات التي تمليها مثلا الدولة في منح هذه المؤسسات المصغرة المشاريع، ممكن أنه البيروقراطية الإدارية موجودة ومعروفة في الجزائر وتكبح دائما العملية والحركية الاقتصادية في الجزائر، ما الذي ستقومون به كوكالة وما الذي ستقوم به الدولة أيضا؟ اولا هناك تنسيق ما بين الهيئات. نعم. هناك مثلا نروح نتقدم على المستوى المحلي، انهما السيد الوالي هناك دائما تنسيق ما بين الهيئات لاحتياجات المنطقه يعني. كذلك احنا مثلا بالنسبه للمؤسسات، هنا راح نحكي دائما عن المؤسسات انها تعثرت بسبب هذا. هنا كشاب مثلا هاد الشباب يسجلوا ونشوفوا الحاله تعثر فيها، احنا كوكاله هدفنا هو توصيل الفكره الى القطاعات المعنيه من اجل ايجاد الحلول. نعم. اليوم هي الاتفاقيات اللي مبرمه ما بين القطاعات والاتفاقيات اللي ما بين الوزير المنتدب بدل الوزير الاول المؤسسه الصغيره اللي امضاها مع الوزارات الاخرى واللي دائما يرافق الشباب الى الوزارات الاخرى، هذا كله راح يسمح باش نحو المشكل تاع البيروقراطيه اللي يعانوا منه الشباب، راح نلقاو الحلول. لكن مع الشباب انه اللي عنده اشكال يطرحه لازم يدخل للمنصه ولازم يسجل المشكل تاعو، اذا كان الشاب مثلا ما تقدمش وما سجلش المشكل تاعو ما راح تعرف المشكل تاعو. هي في اغلب الحالات في صفقات عموميه وفيه مشاريع، لكن البيروقراطيه الاداريه ممكن انه تبعد بعض الشباب، تبعد الكل، حتى الكل تبعدهم. لكن نحن باش نعرف وشن هي العراقيل. نعم. وشن هي البيروقراطيه، اين تكمن، اين الخلل، لازم الشاب لازم يعلمنا، يطرح يعلمنا عن طريق ماذا. هو كيسجل نفسه راح يطرح المشكل تاعو. نعم. احنا بتحديد المشاكل في هذاك الوقت نقدر نتدخل الهيئه المعنيه يعني. صح، لا كان مثلا الشاب يقول انا مثلا رحت الاداره بيروقراطيه منه، لكن ما يحددش شنو هو المشكل. نعم. انت ما تقدرش تعرف شنو هو الاشكال يعني. الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه، هل نستطيع ان نقول انها في حله جديده، فيها نفس جديد، فيها قوه، يعني الشاب يتقرب يجد كل التسهيلات؟
هل نعيده بذلك؟ أولا هي ليست تغيير اسم من أجل تغيير. أنا ذكرتها يعني حتى الشاب تترسخ في ذهن. ليس تغيير اسم من أجل تغيير فقط، تغيير استراتيجية جديدة، تغيير مخطط عمل جديد، تغيير نظام جديد. هذا نعم اليوم الوكالة الوطنية دعم وتنمية المقاولين بحلة جديدة، حلة اقتصادية محضة، خلق مؤسسات المتنوعة اللي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كلمة أخيرة لك سي قطاش مبارك. كلمة أخيرة وهو يا أكيد موجه للشباب، طلبي لكل الشباب أنه اللي الشاب الراغب وحاب في الاستثمار، لأن اليوم كل الظروف موجودة، كل الشروط اللي كانت عائق أنها أغلبيتها تحلت، وما زال إن الحلول المستقبلية يعني ما توقفش عند الحد هذا، برك أبواب الوكالة مفتوحة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى 48 ولاية. عندنا 51 وكالة ولائية، حوالي أكثر من 170 فرع، وسائل التواصل الاجتماعي الوكالة موجودة مع الشاب، إلا تحديد الفكرة، تحديد الاحتياجات، تحديد الهدف، يجي مباشرة الهدف من أجل إيجاد الحلول المناسبة. سيد قطاش مبارك المكلف بالإعلام بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولة، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل ما قدمته من تفاصيل. شكرا سيدي. شكرا لك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، الظاهرة نيوز متواصلة، فاصل إشهاري، ويلقاكم أحمد بوطاف في الاقتصاد، ابقوا معنا.